يبدو أن هذه الطلقة التي أخطأت ترامب أصابت هدفاً آخر وأثارت الكثير من الأسئلة، من أهمها كيف نجح مطلق النار على ترامب في التخفي عن أعين عناصر الأمن واستهدف الرئيس الأمريكي السابق؟ التحقيقات قالت إن توماس ماثيو كروكس كان على سطح مستودع على بعد 130 إلى 140 متراً من ترامب، بينما حجبت شجرة كبيرة رؤية وحدة إنفاذ القانون عن المسلح، فنجح في تنفيذ ما أراد وأطلق الرصاص نحو الرئيس السابق. الخبراء الأمنيون اعتبروا الحادث فشلاً أمنياً لعدم تأمين المناطق المرتفعة بشكل كافٍ. ردود الفعل: جهاز الخدمة السرية نفى رفض طلبات حملة ترامب لمزيد من الأمن، ومكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن المسلح تصرف بمفرده واستخدم بندقية تم شراؤها بشكل قانوني.